تستانف محكمه جنح الطالبيه اليوم محاكمه شخص متهم بتعذيب ايتام في جمعيه مكه المكرمه بالهرم ويواجه الشخص المتهم اتهامات بالتعذيب البدني لعدد من الاطفال الايتام داخل الجمعيه بشارع الهرم بعدما نشرت لقطات نشرت لقطات فيديو على الانترنت اظهرت سوء معاملته للاطفال. قضائيا ايضا قضت محكمه جنايات القاهره المنعقده بمعهد امناء الشرطه بطرى يوم امس بمعاقبه عادل حباره واسماعيل عبد القادر المتهمين في قضيه مذبحه رفح الثانيه بالحبس لعامين مع الشغل بتهمه اهانه القضاء وذلك بعدما قام بتوجيه السباب الى ممثل النيابه اثناء مرافعته وقررت تاجيل نظر القضيه لجلسه الرابع عشر من سبتمبر للمرافعه.